أنا بسمع صوت بابا يا مستر. أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي مع منهج كونكت للصف الثاني الابتدائي. قبل ما نبدأ هناخد مراجعة بسيطة عن حاجات خدناها قبل كده. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح هنا ده؟ أيوة. طيب جميل يا بابا. بابا هوري ندى، ندى أختي، ندى أختي أنا قاعدة فوق. أنا أيوة يا صفية. روحي لها فوق يا صفية، روحي لها فوق يا بابا. اللي بتتمرن فيها صح؟ هنبدأ بالتمرين ده يا ندى علشان نراجع الكلمات اللي خدناها في meet my family. meet my family عندنا هنا four pictures and four words، لكن كل كلمة ناقصة حرف. يلا يا ندى قولي لي ايه الحرف الناقص؟ أول كلمة اسمها إيه؟ Family. نعم تاني اسمها إيه؟ Family. Family. الحرف اللي ناقص هنا نادى إيه؟ لا مش إيه. Family ما فيهاش إيه يا ندى. اي صح، اي صح. يبقى هنا كلمة family family. طيب جميل، ادي كلمة family. طب والكلمة التانية parents، اللي فيها باب ومام. parents الاثنين مع بعض بنقول عليهم parents. طيب parents ناقصة حرف ايه؟ parents parents R-E parents. يبقى ناقصة حرف ايه؟ ال P موجود A-R-E ها parents N. تمام، وده لما نستخدم معاه بنستخدم معاه these are. لما نشاور عليهم نقول these are my parents لأنهم جمع مش مفرد. الكلمة الأخيرة اللي جت في عنوان الوحدة meet my family، يا ترى ناقصة حرف إيه يا ندى؟ meet M meet عرفت قولي على طول meet. إيه تاني؟ علي صوتك عشان بابا يسمعك. meet إي برافو عليك. إي meet يعني قابل، تعالى قابل أسرتي. آخر كلمة grandparents جدودي. these are my grandparents. ناقص حرف ايه؟ grandparents ناقص حرف ايه؟ برافو عليك، ناقص حرف الايه. طيب ممكن ناخد تمرين تاني ندى ولا تعبت؟
ماشي حاضر. ده مهم جدا نعرف الفرق بين this is و these are. this is و ايه و these are. خلاص. طيب عندنا هنا اربع جمل صح؟ فهم شايفهم نمبر 1؟ ايوه. ها نمبر 1 مكتوب بالاحمر ايه؟ ماي كازن. نقول ذيس از ولا ذيس ار؟ ذيس. ذيس از عشان ماي كازن دي ايه يا ندى؟ دي واحده بقى واحده بس مفرد. تمام. ونمبر 2 ماي جراند بيرنتس تبقى this is ولا these are؟ These are. Very good. Number 3 my parents dad and mom اسمهم my parents. this is ولا these are؟ These are. Very good. آخر واحدة number 4 this is ولا these are my grandpa؟ This is. مع بعض this is. برافو عليك خالص خالص. طيب تعالوا مع بعض ناخد حاجة جديدة تمرين أخير قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهاردة. عايزين نقرأ دول ونعلق عليهم. The sun comes up in the morning. comes up بتطلع بتشرق. The sun comes up in the morning. In يعني ايه انها؟ In. في. مش كده؟ الشمس تشرق in the morning. في الصباح مش كده؟ ايوه في الصباح. طيب. The sun is in the sky in the afternoon. الصورة الثانية اللي هي دي. In the afternoon. الشمس فين؟ في السماء برضو. شفنا أيوة. حرف جر إن. أيوة إن. طيب وهنا ولو نزلنا تحت the sun goes down. goes down يعني عكس comes up. comes up بتطلع بتشرق. goes down يعني إيه؟ بتغرق. goes down بتغرق. in the evening يعني في المساء. يبقى هنا عندينا in برضو the evening. لكن نجي في آخر واحدة the moon is in the sky in night ولا at night؟ in night ولا at night مكتوبة قدامك؟ at night. برافو. يبقى يا ندى كلهم بياخدوا in the morning in the afternoon in the evening لكن night بتاخد at the night ما بتاخدش in. نبص هنا كده شايفة اهو شايفة ان بتاخد مين؟ ممكن تجري لي ندى؟ ماشي. the morning بتاخد ان the afternoon بتاخد ان و the evening بتاخد ان the night بتاخد ات بتاخد ايه؟ ات بتاخد ات. برافو عليك. تعالوا مع بعض نروح التمرين اللي بعده. نقرا الكلمات دي يا ندى ونشوف مشاركين في ايه. اتفضلي اجري كده. children دي مقطع ولا اثنين يا ندى؟ دي اثنين. برافو. والكلمة اللي بعدها chicken مقطع ولا اثنين؟ اثنين. برافو. آخر كلمة chips اللي ماما بتمنعك تاكليها عشان خاطر مدرة. chips اللي هي chips ده مقطع واحد ولا اثنين؟ واحدة. برافو. كمان ها بيتش
بيتش مقطع واحد اللي هو شاطئ. الكلمة اللي بعدها اللي فيها سي اتش اسمها ايه؟ تيتشر. تيتشر تيتشر. يا ترى دي مقطع ولا اتنين؟ لو قلتيها هتبقي شاطرة لأن دي ما خدتيهاش. تيتشر اتنين. برافو اكسلنت فيري جود. تيتشر تيتشر تمام. طيب اخر كلمه فيها الصوت الجديد اللي خدناه اللي هو سي اتش. الكلمه الاخيره دي تيدي بير. تيدي بير تيدي بير الدبدوب ده في كلمته حرف السي اتش حرفين السي اتش الصوت الصوت اللي خدناه. فين هنا في هنا في لا مفيش هنا. برافو عليك. طيب يلا ممكن تقري الكلمات دي وانا اوصل لك وتقولي لي صح ولا غلط. اتشيبس اتشيبس اوصلها هنا كده تمام. اللي بعدها تيدي بير. اها اوصلها فين؟ هنا؟ اه تمام. مورنينج جود مورنينج هنا. دي جود مورنينج ولا مورنينج بس؟ مورنينج مورنينج. اوصلها هنا ولا اوصلها هنا؟ بصي لاخر كلمه هنا مكتوب ايه؟ sun صح؟ sun يبقى دي sun يبقى اكيد morning دي صح هنا ده؟ طيب الكلمه اللي بعدها teacher. teacher وصلها ب teacher ده صح؟ انت المستر بتاعك تقولي صح ولا غلط؟ ايوه صح. ودي الكلمه دي ايه؟ children. children دي children اللي فوقيها ايه؟ chicken. chicken دي chicken هم هم هم. طب واللي بعد chicken؟ children. children دي الاطفال تحت. بعد كده beach. beach برافو. وبعد beach ادي الشاطئ صن. برافو يا ندى ممتازة. يلا ناخد درس جديد النهاردة. احنا رجعنا جزء كبير من الوحدة وحناخد دلوقتي درس جديد. متعدة يا نودي؟ ايوه. برافو عليك. شايف ايه قدامك؟ ثواني مالك يا ندى في ايه؟ ثواني بابا. يا يوسف سيبها سيبها ندى لوحد. ما سيبوا ندى لوحديها يا جدعان. انا عشان طلعت انتو ما شايفة الكتاب بتاعك مش كده؟ انا عارفاها انا عارفاها بابا كاتي عليها. ايوه شايفة شيبس. جميل خالص يبقى احنا كده ماشيين صح. ده الكتاب بتاعك صح؟ ايوه. طيب تعالي مع بعض ناخد النهارده الدرس الجديد ده. اي كان ربنا ادانا نعم كتير يا ندى. ادانا عينين نشوف بيها واودان نسمع بيها صح؟ ايوه. تعالي مع بعض نشوف اول اتنين. عندنا افعال فوق شايف الافعال دي؟ كلمات. كلمات فعل.
أول كلمة hear. hear يعني يسمع. hear يسمع. kick يعني يشوط. يشوط الكرة. kick يعني يشوط. kick قول. run 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 يعني يجري. run يجري. مكتوب عليها دي s e e يرى يشوف. speak speak يتكلم. throw throw يعني يرمي. يرمي. من خلال الست كلمات دولة هنعمل جمل كتيرة ونعرف نعم ربنا علينا ايه. بس عشان نعمل الجمل دي لازم نبدأ بI can. انا اقدر. I can اقدر. البنت دي بتقول ايه يا نودي؟ I can see with my eyes. I can see with my eyes. انا اقدر اشوف بايه؟ انا اقدر اشوف. اشوف. اشوف اشوف. I can see with my eyes. بايه؟ بعينيا. برافو 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 صح. عشان كده احنا شطبنا عليها فوق اخترناها. طب الولد ده ماسك ودانه اكيد بيقول ايه؟ I can. I can hear. I can كلمة يسمع اهي. يعني ايه اسمها؟ hear. hear برافو. الاتش بننطقها اهي زي كلمة horse زي كلمة hen. ودي كلمة hear اتش. ولو شطبنا الاتش هتبقى ايه فاضل؟ لو مشينا الاتش كده هيبقى فاضل ايه؟ ear. ear. والاير دي بنعمل بيها ايه؟ الاتش. الاير كلمة ear يعني ايه؟ ودان. ears. مش عندنا ear احنا في اليمين وear في الشمال؟ الواد حاطط ايديه عليهم اهو. ear يعني أذن. ear يعني أذن صح؟ أذن. لو حطنا لها اتش يبقى يسمع. مرتبطين ببعض عشان ما تنسيهاش يا ندى. يبقى hear يسمع. هنقول الجملة كده الأول أنا بعد كده تقوليها أنت. I can hear with my ears. يلا أسمعك. I can hear with 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 يعني بي. اسمع بي. with يعني بي كلمة with. w h i t h w i t h يعني with. w i t h يعني with. with your with. with my ears. with my ears. برافو عليكي. وكلمة hear عشان ما تنسيهاش كلمة hear اللي بنسمع بيها فيها كلمة ear. لو شلنا ال h تبقى ear صح؟ ايوه. ننزل على الصورة اللي بعدها. هناخد الصورة نمبر 3. الولد ده بيجري صح؟ بيجري برجليه. يا رب ايه كلمة يجري؟ I can A with my legs. I can A. نرجع فوق ونشوف فين كلمة يجري هنا يا ندى. احنا اخترنا هير خلاص مش هنبص عليها. فاضل kick و run و speak و throw. هنختار كلمة ايه؟ يجري. kick يشوف. speak يتكلم. throw يرمي. يبقى فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي run. برافو. كلمة run r u n يعني يجري. يعني ايه؟ يجري. هنقول I can run with my legs. ها I can run. I can run with my legs. انت بتجري ايه مش برجليكي؟ with my legs. ايوه. اقولها تاني. I can run with my legs. I can run with with my legs. برافو. المفروض بعد ما نقرأ كل جملة نقول الحمد لله على النعمة دي.
الحمد لله على نعمة البصر، والحمد لله على نعمة السمع، والحمد لله على نعمة الجري. الحاجات دي نعم من ربنا، لأن احنا هناخد في الدرس الجاي في ناس محرومة من النعم دي ولازم نساعدها. نمبر بتقول ايه؟ I can حشوط، حشوط بايه؟ بقدمي. I can ايه؟ my feet. I can نفق فوق. احنا اخترنا يا مستر here، واخترنا on و see، فاضل عندي kick و speak و throw. حشوط انهي واحدة فيهم؟ kick ولا speak ولا throw؟ انت يا مستر قلت throw يعني يرمي، وspeak يعني يتكلم، يبقى اكيد عندنا كلمة ايه؟ kick يعني يشوط، يشوط الكرة بايه؟ بقدمه، حجرها مرة وانتي مرة. I can kick with my feet. I can kick with my feet. I can kick with my feet. Perfect, perfect. Bravo. نروح على على picture number 5. الولد ده بيرمي الكورة. قال ايه؟ I can with my arms. بيعمل ايه بدراعاته؟ بيرمي. يا ترى فين كلمة يرمي؟ انا كلهم اخترتهم يا مستر، ما فيش غير كلمة speak وكلمة throw. speak يعني يتكلم، وthrow يعني يرمي. throw THROW يعني throw، يبقى هنا throw هي الصح. I can throw with my arms. I can throw with my arms. تفضلي يا ندى جريه. I can throw with my arms. Again, I can throw with my arms. I can throw with my arms. Perfect, bravo. You are a good girl. Number 6. البنت بتقول لي الولد انا بقدر اتكلم من بقي. I can with my mouth. يا ترى ايه كلمة يتكلم؟ احنا كلهم اخترناهم مع ده كلمة speak. كلمة speak كلمة ايه؟ speak. يا ترى كلمة speak هنكتبها فين؟ هنا. يبقى I can speak with my mouth. I can speak with my mouth. هنا speak بمعنى يتكلم، انا اقدر اتكلم باستخدام ايه؟ ببوكي. تمام. I can speak with my mouth. تفضلي قريها يا ندى. I can speak with my mouth. جميل خالص. انا عايز اقراهم كلهم من الاول، هقول عشان دي نعم ربنا الدهاني، هقراها كويس. I can see with my eyes. I can see with my eyes. I can hear with my ears. I can hear with my ears. I can run with my legs. I can run with my legs. I can kick with my feet. I can kick with my feet. I can throw with my arms. I can throw with my arms. I can speak with my mouth. I can speak with my mouth. Perfect. Bravo, bravo, bravo. أحييكي يا ندى. طيب احنا فاضلنا 5 دقايق والدرس يخلص. ممكن ناخد حاجة بسرعة تمرين، صح؟ مستعدة انت دايما مش كده؟ برافو عليك يا نودي.
اهو تمرين جميل خالص مالس بالس شايفة؟ اه يلا I can ها throw with my هتختاري ايه؟ عندك ثلاث صور ears legs arms لازم اعرف الاول يا مستر معنى كلمة throw عشان افكر ثرو يعني ايه؟ يا ترى فاكراها ولا اقول لك؟ طيب ثرو يعني يرمي ثرو يعني ايه؟ يرمي ها؟ احنا بنرمي برجلنا؟ لا يا مستر ده احنا كيك with our feet لكن ودنا بنرمي بودنا الحاجة؟ لا here امال ايه المرتبط بثرو؟ مرتبط بثرو؟ اه السؤال هي صورة مرتبطة بكلمة ثرو؟ انت شايفة الصورة اللي انا شايفها ولا شايفة حاجة تانية يا نودي؟ لا شايفة اللي انت شايفه. طب انهي واحدة؟ كلمة ثرو يعني يرمي، بنرمي بإيه احنا؟ ears legs arms بنرمي بـ arms. arms very good. number two I can see دي سهلة. see عارفة see؟ with my ها؟ nose. see يعني نشوف بنشوف بإيه؟ hand ولا nose ولا eyes؟ eyes. I can run هجري بإيه؟ with my legs with my legs. آخر واحدة I can speak with my بتكلم بإيه؟ speak يعني بتكلم ها؟ mouth. very good برافو عليك يا نودي. طيب ده الدرس بتاعك هتحليه هوم ورك خلاص هتحلي الصفحه بتاعت الكتاب ده هوم ورك برضو الصفحه اللي انت شفتيها من شويه خلاص يا نودي حلي الصفحه اللي خدناها من شويه هتحليها ايه هوم ورك وتكتبي لي الافعال اللي انت ايه خدتيهم النهارده اللي هم see يرى see يرى I can see with my eyes I can hear with my ears I can speak with my mouth I can throw with my arms I can run with my legs I can kick with my feet عندك أي سؤال يا ندى؟ لا يا مستر بس انا يعني رحمة دخلت معانا دلوقتي في اخر الوقت ايه ازيك يا رحمة عمر رحمة عمر دي صاحبتي صاحبتك طيب اهلا يا رحمة انت سمعانا يا رحمة إذا الوقت انتهى الساعة 11 إلا أيوة يا مستر فينك يا رحمة فينك يا بابا؟ أنت لسه داخلة كنت فين؟ إحنا كان ميعادنا الساعة 10 إحنا كان ميعادنا الساعة 10 يا رحمة ما كنتش عارفة الميعاد معلش يا بابا خلاص إحنا خدنا النهاردة الدرس ده بتاع I can see with my eyes I can hear with my ears I can speak with my mouth I can throw with my arms I can run with my legs I can kick with my feet وهنعيده تاني إن شاء الله علشان أنت ما كنتيش معانا من البداية ماشي ماشي يا رحمة
يلا مع السلامة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. سلامة. مع السلامة يا بابا.